إنه لا يرى، كالصناديق المغلقة مفاتيحها الكلام. لذا سأحاوره ليتكلم حتى أراه. أنا عبد الرحمن الدين. من تلك القرية السعيدة التي تنعم بالهدوء والسماء الصافية، من بين فرجانها اللي امتزج فيها صوت البحر مع إيقاع السامري، حيث تمايل النخل فيها راقصاً فشكل لوحة جسدها أهلها الطيبين وبيوتها المتواضعة. قطرات المطر الدافئ يغسل أسوارها، ورائحة الطين العتيق يعطر سماها، تزف لنا كل يوم عريساً جديداً من الفنطاس إلى المدينة. المدينة سعيدة، الناس سعداء، والمقبل سعد. ما خذاك الحنين إلى الفنطاس وهلها؟ تحت السدرة الكبيرة اللي في مزرعتنا اللي اسمها المسباح، كنارتها طوالية وما فيها طعامة، جالس أنا الظهر في صيف سنة 1956، مخلص الشهادة الابتدائية وعطلة المدرسة، قاعد أفكر تحت السدرة مخنوق، ما أعرف شنو أبي، ولكن من خلال زياراتي لمدينة الكويت وجدت أن المكان أكثر مناسبة لي من قرية الفنطاس الصغيرة، ليس كرها بالفنطاس، ولكن وجدت الانطلاق في مدينة الكويت، فيها حياة أكثر، فيها متنفس أكثر، فيها مجالات، يعني ممكن أني أنا أجد فيها ضالتي. راجعين للحديث عن الفنطاس بتفاصيلها والانتقال للعيش إلى المدينة، أبي أعرف تفاصيل لها علاقة في الفنطاس قبل الانتقال. الملا مزعل الصلال، أنا قبل ما أدخل المدرسة الابتدائية درست عند ملا مزعل، كنت أدرس عند ملا مزعل. كنت طالب مشاكس؟ شوية، كنت شقي في بيتنا، ولكن عصات ملا مزعل خلتني غصبا علي أهدأ، ركض وراي عصاته لما ما عرفت أجاوب سؤال في الكسور في الحساب. تحب الحساب؟ أكره الحساب. تشبه القرية اللي تركتها؟ قرية الفنطاس جميلة، تشابهها في جمالها؟ حلوة، البحر فيها والساحل، الرملة النظيفة والساحل اللي ما فيه صخر، الصخر يبعد أمتار أو أكثر من نص كيلو. والموسيقى؟ من أهم ما يشكل ملامح الفنطاس السامري والعرضة؟ نعم، الفنطاس أهل طرب، فنانين معروفين بأن يوم شغل ويوم طرب. أنت واقعي ولا حالم؟ أنا أعتقد أني حالم،
من يسبب لك الكوابيس في أحلامك؟ أنا من طفولتي لما أحلم حلم مزعج أعرف أصحي نفسي من النوم أو أطير وأتخلص من أي كابوس حلمان فيه. عيونك تلمع يا سعد، وأعتقد أن هذه اللمعة أيضا موجودة في هذه الصورة. مع أن أخفتها النظارة، بس أعتقد بأن وراء هذه النظارة عيون كانت ثائرة على حياة القرية وانتقلت إلى المدينة. نعم، هذه الصورة أنا وزميلي في دائرة الأشغال العامة كنا نعمل مع بعض. إيش كنت شايل في جنطتك وانت طالع من الفنطاس؟ شلت شادر ومخدة وملفوفين في حبل حتى وصلت على الشارع العام. أنا وصديق لي عزيز نفس الصف كنا في المدرسة، تمردنا على المدرسة وقررنا أن نذهب للمدينة لنعمل نشتغل. وقفنا على طريق الفنطاس ننتظر أي لوري يمر عشان نركب ونتجه إلى مدينة الكويت. درست في الثانوية التجارية وعملت في وزارة الأشغال ثم في وزارة الشؤون بعيداً عن الفن. الثانوية التجارية علشان أكمل الشهادة الثانوية بعد ما خلصت أنا الابتدائية، لأن كان الابتدائية تسمى هي الإعدادية نفسها اليوم. فدخلت الثانوية التجارية المسائية في المباركية تقريبا كان. سأسلك الطريق بمفردي، أو بالأحرى سلكت الطريق بمفردك لأنك؟ لأني كنت أبحث عن نفسي، حاس أني أنا أبي شيء مو عارف شنو هالشيء. يشدني شغلات القراءة، الكتابة. كتبت قصة ولا تزال في مدرسة الفنطاس. تحب تسمع القصص ولا تحب تقول القصص ولا تحب تعيش القصص؟ أنا أحب أسمع القصص وفي بداية وأقرأ القصص، واللي زرع في نفسي هذا الشيء ملا ناصر الحليف، حيث أن كنا نجتمع حوله في الصيف على البحر يروي لنا قصص. ما عرف موهبتك وخلاك تبيع تذاكر؟ أنا حضرت المسرح سنة 59، مسرحية على مسرح الصديق، فانضميت للكشاف الوطني حتى أني أصبح عضو في هذه المجموعة اللي تقدم مسرحيات في ذاك الوقت تحت إشراف وتوجيه محمد النشمي، وبدأت الحضور معاهم المسرح أتقرب لهم. محتاجين بيع تذاكر كنت أبيع لهم، محتاجين الممثلين لما يكون يبي يدخل بسرعة أحد يلبسه فألبس الممثلين، محتاجين لما يكون طالع من موقف ويندهوله عشان يدخل موقف ثاني أستمتع أنشف العرق مع الممثل. ثم سمعت عن وجود فرصة للتمثيل، فرحت، خفت، غنيت؟ قبل ما يجي زكة تليمات قرر المسرح الشعبي أنه يعمل فرقة داخل المسرح الشعبي تقدم أعمال باللغة العربية. فانتدب المسرح الشعبي أستاذ من وزارة من دائرة الشؤون الاجتماعية ما يحضرني اسمه، ودربنا على مسرحية باللغة العربية وحفظنا أدوارنا. كان هذا سنة 59، ولكن ألقيت عرض المسرحية
قبل العرض بليلة، ما أعرف ما لحد الآن أنا ما أعرف أسباب إلغاء المسرحية من قبل محمد النشمي للمسرحية العربية. في صندوق أول العمر بسألك ثلاث أسئلة وأبي إجابة مقتضبة عن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاثة اللي ضمن هذه الأسئلة. إحنا الآن في صندوق بداية العمر وهناك نظرة من قبل حضرتك للمسرح. المسرح أنا 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 كنت أبحث عن المسرح دون أن أدري أني كنت أبحث عن المسرح. عبد الحسين عبد الرضا. عبد الحسين زميل وأخو، كنا بحاجة لبعض لغاية ما وصلنا مرحلة حسينا أن إحنا مش محتاجين لبعض. الكويت. الكويت في دمي، الكويت في عروقي. سنقفل صندوق أول العمر لنقفز إلى صندوق منتصف العمر. أنا وضيفي الكريم الذي يبدو أن هناك شخصاً ينظر أو ينتظر في وجود فرصة لا حتى يأخذ بإيده ويوصله إلى بر الأمان، وراح يجعل منه شخص يتحول إلى غول على خشبة المسرح ويجعل من مسرحه شبحاً يجثم على صدور المتآمرين والمخربين لوطنه. صندوق جديد وعمر جديد مع سعد الفرج بعد الفاصل. في صندوق منتصف العمر سنبدأ المشوار. لن أطيل الحديث، فهذا صندوق مليء بأحاديث وحكايات وذكريات تدور في بالك، لعل الوقت يسعفنا حتى تبوح فيها. مساك الله بالخير من جديد الفنان سعد الفري. الله يمسيك بالخير. نشوف هذه الصورة. هذه الصورة للراحل زكي طليمات. كل ما في نفسك لم يسعفك الوقت لتقولها للراحل زكي طليمات. أقول الله يرحمه ويغمد روحه الجنة، هو من وضعني على السلمة الأولى. ما قلت له الكلام؟ للأسف ما قلت له الكلام، رغم أني تحدثت معه كثير، وحتى لما رجعت من بريطانيا بعد ما عملت الدبلوم في البي بي سي وأخرجت أول مسرحية، أول تمثيلية في تلفزيون الكويت بعنوان كأس الندم، بعت لي برقية طويلة يشكرني فيها ويقول الحمد لله. لو كان عندك كلام اليوم تبي تقوله له وما لحقت تقوله، شنو أبرز كلمتين؟ أقول الله يغمد روح الجنة وجزاه الله عني كل خير. قالوا في السفر هناك خمس فوائد، أو قالوا تغرب عن الأوطان ففي طلب العلا وسافر في الأسفار خمس فوائد. في رحلتك الطويلة بين بريطانيا وأمريكا شنو كانت الفوائد الخمسة؟ كل ما عملت أنا خليني أقول حوار دار بيني وبين أبو عدنان. يا أبو بدر، أنت توك راد من بريطانيا وغبت فترة، والحين عزمت تروح أمريكا وحتقيب فترة طويلة. يا سعد، الجمهور بدأ ينسى سعد الفرج في غيابك في بريطانيا. كنت خايف من نسيان الجمهور؟ أنا كنت واثق من نفسي، وكنت متأكد أني أنا حرجع الجمهور بفترة بسيطة جدا. يهمك التمثيل ولا يهمك حصاد الجمهور؟ يهمني أني أقدم الشيء اللي أنا مقتنع فيه واللي يشبع رغبتي قبل ما
يشبع رغبة الجمهور. الفنان الحقيقي شامل؟ يجوز، ولكن ممكن أن يبدع في جانب من جوانب الفن. أنت مثابر أم محظوظ؟ أنا الاثنين، مثابر ومحظوظ في حب الناس. السبب الحقيقي لنجاحك في السبعينات كان؟ الأعمال اللي قدمناها والاختيار الجيد للأعمال اللي كنا نقدمها. نشوف هذه الصورة. أي من هذا الثنائي حسب وجهة نظرك ثنائي لن يتكرر؟ الاثنين ما راح يتكرر. والأقرب إلى قلبك؟ كلهم. أنت مجامل؟ في بعض الأحيان. سبب المجاملة؟ ما أحب أجرح شعور حد. تخاف أنك تكون جرحت أحد منهم لو طريت اسم الثاني عن الثاني؟ لا، ولكن هذا لون وهذا لون، واللونين بعشقهم أنا. أعمال ناجحة لا تحصى بينكم، من صقر قريش ومحكمة الفريج وعلى هامانيا فرعون، كأن فرعون أفسد الصداقة والشراكة؟ أبداً، هي الصداقة والشراكة، الصداقة دامت، والشراكة أنا بعتقد بالنسبة لأخوي أبو عدنان إن لما انفصل أبو عدنان وانفصل سعد عن أبو عدنان أنا بعتقد كان بصالح المسرح الكويتي، وفصلوا عندما وجدوا أن كل واحد أصبح لون مستقل. أنا أحب خالد النفيسي لأن طبيعي خالد على سجيته وعلى طبيعته، وعنده حضور، وعنده يعني حضور قريب على خشبة المسرح. لجأت للمسرح السياسي خوفاً من منافسة عبد الحسين في المسرح الاجتماعي؟ أبداً، أنا بدأت في مسرح سياسي الكويت سنة 2000 قبل ما نبدأ في الأعمال الثانية. يعني بدأت في الكويت سنة 2000 واستمر، ما كان فيه رغبة من المجموعة اللي كنت حواليها وعلى رأسهم أبو عدنان للمسرح السياسي، فتحولنا في مسرحيات اجتماعية لغاية سنة 80 عندما انفصلنا أنا والأخ أبو عدنان، وبدأت أنا بخطي اللي واضح اللي أنا آمنت فيه من سنة 65 قبل الثمانينات. شغف السياسة وحديث طويل راح نتكلم عنه كثير، لكن ودي أعرف أنت سياسي؟ أنا ماني سياسي، ولكن السياسة في كل مجال من مجالات الحياة، يعني وخاصة بالنسبة للمواضيع اللي تطرح سواء على خشبة المسرح أو بالتلفزيون، الأعمال الفنية بشكل عام. الفيديو القادم مو بعيد عن السياسة، خلنا نشوف. أكثر من نص صفحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، نتحدث بنفس الأسلوب اللي يفهم المتكلم معي. الجرأة في السياسة أخذتك للنيابة؟ نعم. ليش؟ والله ظلم، يعني أنا ما تجنيت على أحد، يعني كنت دائما حريص على أني أقدم الأعمال اللي أنا مقتنع فيها واللي تتكلم عن الواقع. المسرحية هذه بالثمانينات، فهذا كان واقع الحياة صعبة؟ واقع الحياة في ذاك الوقت. أي هو أصعب، أن تعيش حياة صعبة أم تواجه أشخاص صعبين؟ والله حسب ما تؤمن أنت، يعني حسب إيمانك، ولكن أنا بعتقد أنك في مواجهة الناس صعبين وايد وايد أصعب.
مع كل هذا الصراع، لو خيرتك أخيرا بين العودة أخيرا إلى العودة إلى هدوء الفنطاس وأيامها أو العيش في صخب المدينة، شنو بتختار؟ والله أنا كان اختياري المدينة ولا يزال هو نفس الاختيار. وجدت نفسك في المدينة؟ جدا. تعشقها؟ دوري. برجع أسألك الأسئلة الثلاثة اللي سألتك إياها في صندوق بداية العمر، وهذه المرة راح نقول المسرح. حياتي، حبيبي عبد الحسين عبد الرضا. أخ الكويت. عمري كله. رسمت خارطة الطريق أنت وزملائك، صنعتم فنا هادفا، لا شك أن شعرك في زيادة وعي المجتمع. هل سيكون امتداد للأجيال القادمة؟ هل سيستمر المسرح بالنمو والازدهار؟ وماذا لديك بعد في صندوق جديد وعمر جديد مع سعد الفري بعد الفاصل؟ في برنامج صناديق العمر ننتقل مع ضيفنا بين ثلاث صناديق. نبدأ بصندوق بداية العمر واللي فيه نتعرف على النشأة والبداية، لننتقل إلى صندوق منتصف العمر الذي عادة ما يكون مليء بالطموحات والنجاحات، حتى نصل أخيرا إلى صندوق باقي العمر. هذا الصندوق الذي سيكشف لنا أن الحياة متحركة والعمر متحرك والأفكار متحركة والمبادئ والآراء والعلاقات كلها متحركة، تؤدي أحياناً إلى التطور وأحياناً إلى التناقض. ضيف العزيز الأستاذ الفنان القدير سعد الفرج، أهلاً ومرحباً فيك مجدداً معي في صناديق العمر. الله يحييك، وهذا شيء يسعدني. نبتدي. جاهز؟ جاهز. يتقدم فيك العمر، فماذا تأخر عنك؟ اللي تأخر المسرح. لا زال برأسك مسرح؟ جدا، حتى أني بدأت أبحث عنه خارج الكويت. وكأنك لم تهدأ. ولا ههدأ. عندما تجف الألوان يتوقف الفنان عن الرسم، متى يتوقف الممثل عن التمثيل؟ عندما تكون كل محيطه قاعد يحاربه أو أخففه شوي، قاعد ما يهيئ له الجو المناسب والدعم المناسب حتى أنه يقدم العمل اللي يرضيه. من يحاربك؟ يا ريت أني أعرف المحارب اللي قاعد يحاربني. أنت تحارب منه؟ أنا ما حارب حد، أنا رجل مسالم، والمسرح دائما والفنون كلها مسالمة، قوة ناعمة. في دول تفسح المجال لهذه القوة الناعمة إنها تشتغل وتخدم وتقدم خدمة لمجتمعها، وفي دول ما تعرف قيمة هذه القوة الناعمة. بعد 60 عام بين التمثيل والواقع، من أثر على من؟ أفي الواقع تمثل أم تمثل بواقعية؟ أنا أمثل بواقعية وأتناول كل القضايا اللي تهم البلد وتهم الإنسان بشكل عام. عندما تكون نجم صف أول وأنت بلا شك كذلك، أفي هذا الشعور مختلف؟ جدا، مسؤولية كبيرة. البعض يأخذها على محمل أنه بقى كبير مثل ما يقول المصري ورفع خشمه، والبعض الآخر أنا بأخذها أنك تكون كبير أنك تكون صغير في نفس الوقت، مع الصغير ومع الكبير،
ما تتغير أنت شخصك، تستفيد من الصغير وتستفيد من الكبير، وتفيد الصغير وتفيد الكبير، كل حسب حجمه وطبيعة العمل وطبيعة الحاجة. مع احترامي وتقديري لجهودهم، ولكن آخر مسرحية قدمتها هي ككويتية سنترون بنطرون، كعمل خليجي عمر 11 سبتمبر. كتبت الكويت سنة 2000، وكان وقتها كلام جميل كلنا نعرفه. إذا كتبت الكويت سنة 2050 شنو كنت بتقول؟ والله يعتمد على وين البلد ماشية. أنا لو كتبتها بالظروف اللي ماشية الآن، لو وجدت الكويت أفغانستان ثانية. أنت من حزب المتشائمين؟ لا، أنا متفائل جدا، ولكن عندما أقول أفغانستان ثانية ما هو تشاؤم، هذا الخط اللي ماشي الآن أنا قاعد أشوفه كذي. لكن الله يعين المخلصين حتى ترجع الكويت جوهرة الخليج بإذن الله. الدراما التلفزيونية تنقذ الفنان من؟ الدراما الخليجية؟ التلفزيونية. التلفزيونية تنقذ الفنان من شنو؟ تنقذ الفنان من حاجته، من تملي جيبه يعني. أنت تاجر؟ لا، لو كان أنا تاجر ما ممكن تجارة مع الأعمال الجيدة تلتقي. جربت وفشلت؟ بالتجارة؟ نعم. ولا عمري حجرب. ندمان على؟ ندمان على وضع المسرح الآن. لو كنت اليوم ممثل للشعب بشنو راح تطالب؟ أطالب بعودة الكويت إلى وضعها بالستينات والسبعينات والثمانينات. شنو القانون اللي ممكن تحطه؟ قوانين كثيرة. أبرزها أن تستقل الدولة، يكون عندها استقلالية، ما تكون في خدمة فئات معينة. إحنا مو دولة ديمقراطية؟ يقال. شنو القانون اللي ودك تلغيه؟ أنت مشتي تسجني يعني؟ لا. إحنا في دولة ديمقراطية. إيه صح. يحق لك أن تقول اللي تبي. إيه. وبالنهاية أنت سعد الفري. أوكي. مسموح ما لا يسمح لغيرك. ماشي. شوف الفيديو. إيه. دقت الساعة. نعم. دقت الساعة. لازم تختفي رؤوس وتطلع رؤوس. احنا في بلد ديمقراطي. احنا في بلد ديمقراطي. نعم. الرؤوس اللي لازم تختفي هي عدوة المكان اللي انت تسعى انك تطوره. اي نعم. اي نعم. الحديث عن الاشخاص او الناس يخلينا ايضا نفكر بان اليوم في اشخاص ما يحبون الفن ولا يتمنون تطور للفن مو للبلد. نعم. هذيل هم اعداء سعد الفري؟ لا، هو هذا مو خطر، ولكن الخطر اللي يعرف مدى أهمية المسرح والفن بشكل عام ويحاربه، وهو عارف مدى أهميته. إنما اللي حاربه وما يعرف قيمته. من يحارب الفن من الفنانين؟ من الفنانين الدخلاء. الدخلاء على هذا المجال هم يحاربوه. المسرح أخطر من المجلس؟ بالثمانينات كان يقال لنا أيام حامي الديار وممثل الشعب ودقة الساعة ومضارب بني نفط وهذا سيفه،
كانوا يكلموننا أعضاء مجلس الأمة يقولون لنا أنتم قاعدين تقولون شغلة، تقولون أشياء إحنا ما نقدر نقولها في المجلس. واليوم؟ واليوم وين المسرح اللي يقول؟ ما في. أنت سعد الفري ما تقدر تقول؟ أعطني مسرح وأقول. أتيحت لك الفرصة كثيراً أن يكون عندك مسرح؟ أبداً. كان وضع الثمانينات مختلف عن الوضع التسعينات بعد التحرير، ومختلف عن الوضع الآن. من بس يا بحر إلى تورا بورا إلى شباب شياب، وكأن هذا القلب لم يهدأ. شنو هالعشق الكبير للسينما؟ هو هذا حياتي، المسرح، السينما، التلفزيون، الإذاعة. أنا كل عام أعمل مسلسل إذاعي، وأنا أجد ضالتي في هذا المسلسل، لأني أنا بدأت بالإذاعة من سنة 65. ما بين الدراما التلفزيونية، الإذاعية، المسرح والسينما، أيه فيهم الأقرب؟ أكيد المسرح، يعني ما يبي كلام، ولكن كل لون فيه المتعة الخاصة اللي ما تجدها باللون الآخر. الحديث عن المسرح أخذ حيز كبير من حوارنا وكلامنا اليوم، وكأن في قلبك غصة تجاه المسرح. نعم. شن هي أبرز وأهم أسبابها؟ محاربة المسرح والحرب، ما هي مباشرة، حرب المسرح بالكويت بطرق متعددة وغير مباشرة، فهذه تطفش العامل في المجال هذا. ما في بصيص أمل؟ والله كنا نتأمل عندما يعني بدأت حركة بناء مركز الشيخ جابر الله يغمد روح الجنة، الشيخ عبد الله السالم، ولكن إن شاء الله نتأمل، لأني أنا بعد ما أبي أسبق الأحداث. صندوق باقي العمر مستمر، ولكن احنا بنتوقف مع فاصل اخير في نفس الصندوق، وبعد بنرجع نكمل سوالفنا مع الفنان القدير سعد الفرج. صندوق باقي العمر مستمر، وهذه تحية جديدة للفنان القدير سعد الفري، الأستاذ الكبير سعد الفري. أنت أستاذ من؟ العفو، ما عليك جود. كل هالعمر وإلى اليوم أنت مو أستاذ أحد؟ والله أتأمل أن اللي تعاملت معاهم ان يثمر بعيونهم. منو استاذك؟ استاذي؟ والله انا وايد اساتذتي، مضاف لزكي طليمات، يعني في لي اساتذه في بريطانيا، في لي اساتذه في امريكا، في لي اساتذه في الكويت، كثير. تتمنى لو أنك ولدت في أي زمن؟ زمني والله كان حلو، يعني الأربعينات كانت حلوة، والنشأة بالخمسينات، فتحنا على الدنيا بالخمسينات، والزين أنه كان بداية النهضة بالكويت، بداية الديمقراطية بالكويت. ومصر؟ مصر؟ مصر بلد عظيم، تعلمنا منه أشياء كثيرة، يعني كان في عهد عبد الله السالم الله يرحمه ويغمد روح الجنة، اللهم آمين، كان يعطي الكويتيين بالخمسينات
إجازة الصيف يعطونهم تذاكر ويعطونهم فلوس الموظفين الكويتيين، ويعطونهم تذاكر سفر للبنان أو لمصر. علشان لما سئل عبد الله السالم الله يرحمه كما روي لي قال لك نبي الناس تتعلم بسرعة، لأن إذا على موضوع المدارس والتعليم وكذا بطيء حياخذها. شنو تعلمت من مصر؟ مصر أنا رحتها سنة 58 أول روحة لي مصر، وذهلت على الحياة، لأن أنت تتخيل تنقل من الفنطاس إلى مدينة الكويت من الفنطاس، الشوارع، الحياة، يعني كنا الشقق والبنايات الرخام وال متى خانتك الكاميرا؟ الكاميرا؟ لا أنا حبيب الكاميرا، أنا لما كان كاميراتنا أول لازم يولع نور أحمر، النور الأحمر كان يفتح ذهني على أشياء ممكن تكون غايبة عني. يثير فيك الحماس جدا. خانك المسرح؟ لا المسرح أنا أحبه. أنت خنت المسرح؟ لا ما أخونه، لا أنا أول ليلة تكون على الخشبة لازم أتقافل الناس اللي معاي الممثلين وأبوس الخشبة علشان ترحمني وعلشان تحضني. أعمالك الأخيرة في المسرح شكل من أشكال الوفاء للمسرح؟ والله مهما عطيت المسرح فأنا مقصر بحقه، لأن دوره كبير في الشعوب. المسرح في دول عمل ثورات في 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 دول الآبي ثياتر في عمل ثورة في ألمانيا، عمل ثورة إبسن في ثورات. أنا بسألك، أنا معك، من هو ملك بريطانيا في مرحلة شكسبير؟ منو كان ملك بريطانيا في مرحلة شكسبير؟ تعرف شكسبير؟ طبعا. مو عارف ملك بريطانيا؟ مو عارف ملك بريطانيا. جم الأول. جميل، هذا هو الفن وهذا هو المسرح، هو اللي باقي والأسماء هي اللي باقية، ونجوم هذه هذا المجال هم اللي يبقون ويستمرون، مثل تواجد سعد الفرد اللي إلى اليوم بعد مرور 60 سنة على بداية دخوله الوسط الفني يعتبر واحد من أهم وأبرز رواد الحركة الفنية في الكويت. كثير السياسيين اللي مروا على تاريخ الكويت، ولكن بقى اسم سعد الفرد إلى اليوم مهم. أنت مثقف؟ والله ما أعرف، ما أدري. أنت تشوفني مثقف؟ شنو تعريف الثقافة بوجهة نظرك؟ والله الثقافة أهم حاجة، أنك كيف حتتعامل مع الناس، كيف حتحترم الناس وتحترم الآراء وتحترم الرأي اللي قدامك سواء تتفق معاه أو ما تتفق معاه. القراءة والعلم ما لهم علاقة في الثقافة؟ جدا جدا. موجودة الثقافة اليوم؟ أرجو ذلك إن شاء الله. على فكرة أنا أتأمل كثير في، يعني أمل كبير في شباب الكويت وفي الجيل الصغير، يعني أنا يعني تقدر تحسه من خلال، أنا أحسه من خلال أحفادي ومن خلال أولادي الصغار. على فكرة الإنسان الكويتي وايد متمدن، وايد متقدم، يعني في شعوب كنا سابقينها في المباني وفي سبقتنا في الطرق وفي المباني وفي، لكن ما سبقتنا بالإنسان، بالتنمية البشرية. الإنسان لا، لأن الإنسان هذه تراكمات سنين. شنو خذوا منك أحفادك غير انحيازك للكويت؟ أنا عروبي، كثير عربي، كثير متعصب وأحفادك مثلك؟
خف تعصبي للأوروبا بعد الغزو الغاشم على الكويت. للأسف قتلوا فينا جوانب كثيرة، الغزو قتل فينا جوانب كثيرة. كان خذلان عربي؟ جدا، وخاصة عندما يعني تضرب بالصميم في يعني أنا وايد انضريت من الغزو شخصيا. تركت العروبة؟ ما العروبة ما تقدر تتركها، ولكن تزعل عليها، تزعل تتأثر، ولكن في دماءنا احنا عرب. تمارس عروبتك؟ في أي ناحية يعني؟ في جميع النواحي. إيه طبعا، أنا يعني متعاطف مع كل العرب وكل القضايا اللي كانت تطرح عربيا. قاعد هل هناك أمل لصحوة عربية؟ جدا جدا، الصحوة باينة في الجزائر، في السودان، في ليبيا، في سوريا، في عراقنا العراق الشقيق، إن شاء الله بوادر كلها، لكن نرجو إن شاء الله أن نلحق على الصحوة ونشوف ثمارها. نتمنى ونرجو. من يخاف عليك؟ يخاف علي؟ والله أعتقد عيالي يخافون علي. وأنت خاف على منو؟ أنا خاف على عيالي وخاف على الكويت. الزمن مضى بسرعة؟ جدا، كنا أمس يعني. أنا لما كنت أحكي لك في الجزء الأول من برنامجنا تخيلت نفسي تحت السدرة اللي أنا قلت لك اسمها المسباح. مسباح، إيه، لأن كنارتها طويلة وما فيها طعام. تخيلت نفسي تحت السدرة، تخيلت نفسي وإحنا نجمع حطب ونشب نار ونسوي الشاي عليه. ومضى الزمن بسرعة جدا. على شنو بتحاسب؟ أتحاسب؟ والله الله أعلم، يعني الحمد لله إن شاء الله إحنا ما ضرينا أحد، وقاعدة حقوقنا تنوكل وما ناكل حق أحد، والله يعني الله. وبالدنيا؟ بالدنيا؟ بالدنيا والله أحاسب يعني ولا أتحاسب؟ ستحاسب. أحاسب؟ أحاسب؟ إيه؟ يحاسبونك على شنو؟ يحاسبوني إن شاء الله إني أنا ما قصرت مع أحد، وأنا على فكرة ماني بخيل. إن شاء الله دائما تكون حاضر بكرمك مثل ما حضرت اليوم وشرفتنا بهذا الحضور. إذا كان في طريق طريق في فنانين وطريق في سياسيين، في أي طريق ستسلك؟ لا أروح الفنانين، أهلي ذيلة جماعتي. ما رأيك في المرأة؟ المرأة أنا مؤمن بأنها يعني مساوية للرجل 100%، والدليل على ذلك مسرحية عشت وشفت، أنا كتبتها سنة 65، وكنت أطالب بحقوق المرأة في تلك المسرحية، أن تعامل المرأة كما يعامل الرجل. وهذا الكلام سنة 65، أنا عمري صغير كان، يعني شاب صغير، وأنا أطالب بحقوق المرأة وفي ذاك الوقت وفي تلك الحقبة. على طاري المرأة، الرجل أو رفقاء الدرب خذوا نصيب الأسد من حوارنا اليوم في صناديق العمر، إلا أن رفيقات الدرب حان وقتهم الآن، ورح نبتدي مع سيدة الشاشة الخليجية الأستاذة حياة الفهد. نعم. شو تحب تقول لها؟ أقول لها يا زين، ذيك الأيام اللي لما كنت أمر وأمك ما تثق إلا فيني وآخذك في السيارة ووديك المسرح ورجعت. الله. من كيفان، من بيوت ذو الدخل محدود، أنا في بيت ذو الدخل محدود وهي بيت ذو الدخل محدود. وانتوا رايحين بالطريق بالدرب شنو كنتوا تحكون عنه؟ كنا نسمع أغاني ونسمع بالمسجلة مال السيارة. نشوف الصورة الثانية، الأستاذة القديرة سعاد عبد الله. إيه سعاد على رأسي، أم طلال. أنا أتذكر ذيك الأيام لما كنا في أمريكا أنا وفيصل الضاحي زوج الأستاذ سعاد عبد الله، لما نجي ونوصل ذاك الطبخ العدل وذاك بذيك الشقة الحلوة في لوس أنجلس. شوف الصورة اللي بعدها،
الفنانة القديرة الأستاذة مريم الصالح. مريم الصالح، أتذكر لما كانت أول ما جت بعبيتها متلفلفة وتطلع على المسرح مع زيك طليمات، الله يستر علينا وعليها ويعطيها طولة العمر. اللهم آمين. بسألك الأسئلة الثلاثة اللي في كل صندوق كان عندك ردة فعل تجاه كل كلمة منهم. المسرح، حياتي. عبد الحسين عبد الرضا، أخوي اللي فقدته. الله يرحمه. الكويت، في قلبي وفي دمي وفي أعصابي. الله يجعلها دائما في قلبك وفي دمك وفي أعصابك، مثل ما أنت اليوم في دم كل كويتي وفي قلب كل كويتي. احنا وصلنا الآن إلى فقرة سرك في صندوق، وهذه بتكون الفقرة الأخيرة اللي بنختم إن شاء الله فيها اليوم البرنامج. هذه الفقرة راح أقدم فيها رسالة مكتوب فيها سؤال أو معلومة أو طلب. بعد ما تفتح الرسالة وتقراها أنت على انفراد، لك مطلق الحرية برفض المكتوب فيها وعدم نشره أو الموافقة عليه وعرضه للشاشة والجواب عليه. إذا ما بغيت تجاوب عليه تحطه في الصندوق واعتبر أن سرك في بير. تفضل. إذن الفنان القدير الأستاذ الكبير سعد الفرج قرر أن يرفض ما جاء في رسالة الصندوق في فقرة سرك في صندوق، وإحنا احتراماً لرغبتك ما رح ننشر أي شيء جاء في هذه الرسالة، لا الآن ولا تالي. أنا بشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة والسماح لي في أني أفتح معك جميع صناديق عمرك بكل حب وبكل سعادة. أكيد في قلبك كلمات أخيرة تبي تقولها لكل من استمتع اليوم بمتابعة صناديق عمر سعد الفرج. أنا والله سعيد في هذا اللقاء، وأشكرك على هذا البرنامج، وأشكر المعد وأشكر مخرجنا وجميع العاملين في هذا البرنامج. برنامج منوع، برنامج شيق، معد إعداد جيد، والله يكثر أمثالكم. وأنا سعيد هذا البرنامج لتلفزيون راي، وأنا سعدت في عمل أول مسلسل أول ما اتفتح برنامج مع انطلاق شاشة الراي، شاشة الراي في 2003 أول مسلسل عمل الراي أنا مشتغل فيه، وأنا الآن في برنامج صناديق العمر. أيوة، نورتنا في صناديق العمر. شكرا جزيلا للأستاذ الكبير سعد الفرج. صندوق جديد وعمر جديد في حلقة جديدة إن شاء الله غدا مع ضيف جديد. مع السلامة.